سي اس 75 من شانغان اس يو في كثير حلو، رح نضوع على كل تفاصيله بعد لحظات، ما تروحوا لمحل، خلوكم معنا. اكيد مسيور الف حيدر رح ينضم لنا تنضوي اكثر على شانغان بشكل عام وعلى السي اس 75 اس يو في. رالف كثير حلو اجريسيف، كثير شكله، لونه كمان مناسب جدا لشكله مع الكروم. بس قبل ما نحكي عن السي اس 75 بالتفاصيل سريعا ذكرنا شوي، خبرنا عن شانغان. شانغان هي جورج نمبر 1 سيلينج براند ان تشاينا، بلشت سنه 1862. عندها جوينت فنتشرز مع اسامي عالميه بعالم السيارات، هن مازدا، سوزوكي، بيجو، سيتروين وفورد. نعم. وهذا شيء واضح على البرودويات وخاصه على سي اس 75. الوكيل السياره بلبنان هو راس موتور، بارت اوف راسامني جروب اوف كومبانيز. كل السيارات تجربت بلبنان ثرو فيري رف كونديشنز، يعني لنقدر نتاكد انه هن بيلاقوا طرقات لبنان، وزادت ثقتنا اكثر بالبرودكت تبعنا، ومن هيك عم نعطي اعلى كفاله واقوى كفاله بلبنان وبالمنطقه، يلي هي 150,000 كيلومتر على كل سيارات شانغان، وعم نعطي جارنتيد ريسيل فاليو على سياراتنا كرمال الزبونات تكون مطمنين. يعني اي زبون بيشتري شانغان اليوم بيقدر يعرف قد ايه رح نستردها منه من سنه لخمس سنين من بعد استهلاكه لهالسياره. هم كثير بتعطي ثقه كثير كبيره للزبون اليوم بالسياره بشكل عام. فور ويل درايف عم نحكي اليوم، سي اس 75 عم نحكي انتليجنت فور ويل درايف سي اس 75، يعني مش دائما راكب. مظبوط، هو لا بياخذ لحاله، وفي عندنا ديفرنشال لوك سويتش لنعمل له لوك لما بنعيزه بفيري سيفير كونديشنز. عم نشوف السيارة واضحة قدامنا، الديزاين تبعها فيري سبورتي واجريسيف، ديفيوزر مع اثنين اكزوست من ورا، جنوطها 17 انش، كروم واضح على كل السيارة سايد فرونت ورير. حلوة كثير السيارة كشكل، جد ملفتة جدا جدا، ضخمة يعني 100%. كمان عندنا الفندرز، عندهم اللاينز، ذير فيري سبورتي. حلو كمان فوق الدوليب عندنا الماسلز عم تحكي عنهم. صحيح، مظبوط، اعطينا طابع رياضي. دي ال ار كمان عندنا بالهيد لامبس من قدام، الاي ديز فرونت ورير، الفوج لايتس هن ليد كمان، فرونت ورير باركينج سنسور، اشارات بقلب المرايات، فولدبل ميرور. شانغان شايفه حالها كثير بالسياره لحاطه اسم الشركه على كل الناحيه الاماميه فيها، كل الكراوند الامامي موجود اسم شانغان، يعني هي اذا بدك اتس ذا برايد اوف ذا كومباني 100% 75 برايد تبع الشركه. صحيح. كمان عم نشوف جورج فيها سان روف السياره، وفيها كمان سبورتي بامبر من الامام، حتى فتحات تهويه الموتور عم بيكونوا من الكروم. بدنا ننتقل هلا الداخل، لانه اكيد عم نحكي عن سياره كثير فخمه من شانغان. رالفي اللي لفتني اول شغله، اكيد فخامه، ريحه الجلد، بحس حالنا عند قديم السياره كثير لوكس. عنا سايد فيو كاميراز كمان، غير انه رير فيو كاميرا. مزبوط جورج، لانه السياره فيها بلايند سبوت ديتكشن، كثير مهم، فيها رايت سايد بلايند سبوت سوبرفيجن كاميرا جاي بالمرايه، انتجريتد بالمرايه اليمين، واكيد عنا ريفرس كاميرا كمان بقلب السياره. فيري نايس. الستيرنج مثل ما عم تشوف جورج بريميوم لذر، سوفت لذر، عم نحكي طبعا مع ريد ستيتشينج كمان عم بيش صغير. مزبوط. كروم كمان بقلب السياره، اوديو كنترول، كروز كنترول، بلوتوث سويتشز كمان موجودين عندنا، الاي سي هو كلايمت وديجيتال اي سي، سياره كامله متكامله بكل شيء، 8 سبيكرز، الهيدروليك بريكنج سيستم، تيبترونيك 6 سبيد كمان عندنا، هيتد سيتس بقلب السياره، يو اس بي واي يو اكس كمان اكيد موجودين بقلب السياره، ومثل ما عم تشوف كمان الكروم بقلب البواب مع الريد ستيتشنج، حتى بقلب الارمرست تبع كل باب موجوده، فيها سان روف، سياره فولي لودد يعني. واو، عن جد شكل رائع. داخل كمان ما نحكي عن فتحه السقف العريضه الموجوده، قد ايه فخم السياره، قد ايه فيها اوبشنز، كل شيء اليوم سبيشس كمان من ورا. مزبوط، يعني مكملينها بكل شيء. بدنا نحكي اكثر محرك، كمان في شغله مهمه جدا بدنا نحكي فيها، اهم شيء البرفورمنس بهالسياره. يلا نحكي عن البرفورمنس. رالف من اول ما وصلت السياره عم بيقول لي بدي خبرك عن البرفورمنس تبعها، قلت له لا بنخليها للحلقه اكثر مره ونخبر المشاهدين بقى، وعدني بشيء قوي كثير. مزبوط، خاصه هالسياره انا جربت الفور ويل على طرقاتنا بلبنان. سياره موتورها جورج 1.8 توربو بيولد 176 حصان، فيري باورفول كار. عندنا الجير بوكس هي من ايزن 6 سبيد تيبترونيك، ايزن اليابانيه اكيد. واهم شيء بالفور ويل عندنا انتليجنت فور ويل، انتليجنت فور ويل درايف مع ديفرنشال لوك سويتش، كل شيء هيل ديسنت كنترول، هيل ستارت اسيست،
هيل بريكنج سيستم كمان كله موجود ستاندرد اكويبمنت بهيدي السياره على الفور ويل. نايس. من ناحيه السيفتي عندنا فرونت وسايد وكيرتن اير باكس بقلب السياره، اي بي اس اي بي دي اي اس بي كمان اكيد موجودين على الـ على الـ على السياره. يعني فولي لودد على الاخر بكل شيء. مزبوط، ما في شيء ابدا. بلايند سبوت ديتكشن، رايت سايد كاميرا مع بلايند سبوت حكينا عنها كمان موجوده، هول موجودين على الـ على الفيرسيون الموجوده معنا اليوم بقلب السياره. حلو كثير، يعني بيرفورمانس كثير مهمه كمان. مزبوط. ناحيه السيفتي مكملين على الاخر. بدنا نشوف هلا الستارتنج برايس الموجوده في السياره اليوم بالسوق اللبناني. رالف، كمان كل هالمواصفات، كل هالشكل الحلو، هالبرفورمانس، الستارتنج برايس كثير ملفت. مزبوط جورج، اليوم الستارتنج برايس تبع سي اس 75 موديل 2018 هو 26900 اون ذا رود، يعني انكلودينج فات وريجستريشن وكفاله 150000 كيلومتر. عم نحكي عن سياره كامله الزوايد، فيري باورفول 1.8 توربو بهيدا السعر. نعم. موجوده اكيد السعر بيشمل اطمئنا الكفاله وبيشمل 24 اورز رود سايد اسيستنس وبيشمل التست درايف. اهم شيء التست درايف اكيد لنجرب السياره لانه التجربه هي اهم برهان لكل الزبون. اكيد رجل. شكرا لك على كل هالمعلومات عن السيارات وعن البراند بشكل عام. بنلاقيك بحلقات مقبله اكيد، ومشاهدينا بنشوفكم بكره بسياره جديده اكيد على ام تي في. الى اللقاء.